الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا نستفتح به أبواب العلم ونرقى به إلى العمل والتعليم والإخلاص، وصلى الله وسلم على إمام العلماء وسيدهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. كان المجلس الأول حول ذكر مفهوم العقبات السبع التي يرجو السالك إلى الله عز وجل أن يجتازها في سيره، ثم كان في المجلس الماضي وهو المجلس الثاني خوض يتعلق بالعقبة الأولى، ما هو العلم؟ ما المقصود بالعلم؟ أهو العلوم الشرعية أم العلوم التجريبية؟ وأيها يعد علما نافعا؟ أيها يعد علما دينيا؟ وأيها يعد علما دنيويا؟ ومر معنا تقرير أن علوم الشرع المتعلقة بخدمة الوحي وآلاتها، وكذلك العلوم التجريبية التي هي من ثمرة استكشاف الإنسان لسنن الله في الكون، كلاهما يمكن أن يكون دينيا ويمكن أن يكون دنيويا. وجرى بحث في تفصيل مفهوم العلوم الشرعية من أنها تنقسم إلى فرض عين يتعين على كل مسلم تعلمه، وذلك فيما يتعلق بتصحيح عباداته وتصحيح معتقده وتصحيح باطن معاملته لله عز وجل. وهناك منها ما يكون فرض كفاية يلزم الأمة في كل وقت أن يكون فيها من يتقن هذه العلوم، وهو الصلة بدقائق تلكم العلوم الثلاثة ورد الشبهات التي تحوم حولها. ومنها ما هو سنة أي مستحب، وهو التوسع في حق من لم يجب عليه التوسع. وفي هذا المجلس نشرع في ذكر ما يتعلق بالعلوم التجريبية الدنيوية التي اعتاد الناس على أن يسموها بالعلوم الدنيوية، في الحقيقة هي أيضا يمكن أن تكون دينية ويمكن أن تكون دنيوية، يمكن أن يتقرب بها إلى الله عز وجل ويمكن أن تكون سببا في الإبعاد عن الله والعياذ بالله، كما مر معنا أيضا في العلوم الشرعية. فالذي يطلب العلم الشرعي لمقاصد الدنيا ليتباهى بها، ليتأكل بها، ليغش بها، ليتعالى بها، فهذا لا يعد دينيا بل يعد دنيويا، وإثمه أكبر لأنه طلب الدنيا بالآخرة بما تطلب به الآخرة. العلوم التجريبية منها ما هو فرض عين أيضا، ومنها ما هو فرض كفاية، ومنها ما هو مستحب، هذا الديني منها. كيف؟ فرض عين على كل إنسان أن يتعلم ما تقوم به شؤون حياته، أن يتعلم ما تستقر به شؤون حياته، فيعرف يتعلم أن أكل السم حرام، هذا من باب الطب. لماذا يتعلم هذا؟ يتعلم أن السم قاتل. لماذا يتعلم هذا؟ لأن هذا قد يقضي على حياته، قد يتسبب في إهلاك جسده الذي هو مؤتمن عليه. وهناك ما هو فرض كفاية، وهو متعلق بكفاية الأمة، بمعنى ألا تكون الأمة عالة على غيرها. لهذا ذكر الإمام الغزالي رحمه الله أن من فروض الكفاية أن يكون في كل محلة طبيب من المسلمين، لا يجعلهم يستغنون عن أن يكونوا عالة على غير المسلمين. وهكذا في بقية العلوم الأخرى، يجب على المسلمين أن يكون فيهم من يتقن الكيمياء والفيزياء والأحياء وما يتولد عنها من علوم كالطب والهندسة والفلك وغيرها، على نحو لا يكونون فيه عالة على غيرهم، فيخرجون من حالة الاستتباع، من أن يكونوا تبعا لغيرهم في شؤون حياتهم، ليصلوا إلى درجة المشاركة مع الآخرين. هذا لا يعني عدم الاستفادة من غير المسلمين، المسلم
يستفيد من كل من على وجه الأرض. الناس شركاء في هذه الحياة، الناس إما إخوان لك في الدين أو نظراء لك في الإنسانية في البشرية، كما يروى عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنحن في أرض نشارك فيها المسلم وغير المسلم، نعاملهم بالإحسان، نعطي ونأخذ، نستفيد، نتعلم، ولكن لا نكون عالة على غيرنا. فبلد المسلمين التي لا تستطيع أن تكون مستقلة في شؤون حياتها، لا تستطيع أن تكون مستقلة في قرارها. وكنت قد سألت شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، قلت له: يا سيدي، متى تستقل الأمة بقرارها؟ فتأوه وقال: يا بني، من لا يأكل من فأسه لا ينطق من رأسه. من لا يأكل من فأسه، من زراعته، لا ينطق من رأسه، لا يكون صاحب قرار نفسه. فمن فروض الكفاية أن يكون في المسلمين من يتقن هذه العلوم، بحيث لا تكون الأمة عالة على غيرها. ومن المستحبات في هذه العلوم ما يفيد خارج عن فرض الكفاية، لكنه يفيد البشر. الخلق عيال الله، فأحبهم إليه أنفعهم لعياله. والعيال هنا من العيلة، أي أنهم عالة على الخالق سبحانه وتعالى. فهذا فيما يتعلق بالعلوم التجريبية. وبقية العلوم البشرية من علم النفس وغيره ينبغي أن ينظر إليها على أنها من العلوم الدينية. لكن متى تكون من العلوم الدينية؟ عندما تطلب بالإخلاص، وأن تكون النية في طلبها هي التقرب إلى الله ونفع العباد، وأن تكون ثمرة تحصيلها ازدياد في المعرفة بالله، ازدياد في التفكر في عظمة خلق الله، ازدياد في توظيف المكنة الإمكانية الحاصلة منها في خدمة عباد الله تعالى، الازدياد من تحمل الأمانة، الخلافة في الأرض، الله استخلفنا. الخلافة لا تنحصر على مفهوم الحكم الذي يدندن به الناس اليوم أو بعض الناس. الخلافة كل واحد منكم خليفة لله في الأرض، مسؤول عن الحفاظ على هذه الأرض، مسؤول عن التعامل مع كل شيء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله، قال الفقهاء، أنه يكره للمسلم إذا أراد أن يتوضأ أن يسرف في الوضوء. قالوا: ولو توضأ من النهر الجاري أو من البحر الكبير. لماذا؟ أنت عندما تتوضأ من البحر، لو أسرفت هل ينقص من البحر شيء؟ لا ينقص من البحر شيء. لكن لماذا يكره؟ قال: لأن فيه تضييع لأمانة الاستخلاف في الأرض. ولهذا قال ناظم الزبد: مكروهه في الوضوء حيث أسرف، ولو من البحر الكبير اغترف. فصار عندنا هنا تصحيح النية وحسن العمل. فالطبيب ينوي بذلك التقرب إلى الله بتطبيب المرضى، وأن تستغني أمته من أن تكون عن أن تكون عالة على غيرها، هذه النية. ويتقن الطب، هذه المسألة الثانية، الإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والمسألة الثالثة أن يوظف طبه في نفع البشر، فلا يستغل الناس لاستنزاف أموالهم بغير حاجة. بعض الأطباء يحيل المرضى، أعمل تحليل دم، أعمل أشعة، وقد لا يكون محتاجا لذلك، فقط كي تنفق الأموال في المستشفى التي يعمل فيها، أو يحيل على أدوية لا يحتاج إليها المريض. لماذا؟ لأن بينه وبين تلك الشركة مصلحة دنيوية ضيقة من المال. هذا خان الأمانة، فلا يكون طبه دينيا، يكون دنيويا، دنا بطبه هذا فصار دنيويا. إذن علوم الوحي وآلاتها وعلوم التجربة البشرية كلاهما يمكن أن يكون دينيا ويمكن أن يكون دنيويا. عندنا الناس اليوم الذين برعوا في العلوم التجريبية، تجدهم في تعاملهم مع العلوم التجريبية على صنفين. صنف نظروا إليها بعين التبصر والتفكر فزادتهم إيمانا بالله عز وجل، أحيوا سنة التفكر. فصار أحدهم إذا تعلم علم الفلك ورأى عظمة هذه السماء الدنيا التي تحيط بنا، عدد المجرات وما تحويه كل مجرة، وضآلة الأرض التي نعيش فيها مع أننا نتعارك عليها ونراها شيئا كبيرا، يستشعر عظمة الخالق الذي خلق هذا الوجود. الطبيب أو عالم الأحياء الذي يدخل في دقائق تكوين البشر
ويرى دقة الصنع الإلهي لهذه المخلوقات، يمتلئ قلبه إعظاما وإجلالا للخالق. عالم الكيمياء الذي يكتشف ما أودع الله من سنن كونية في امتزاج المواد مع بعضها البعض، لا على طريق الصدفة ولكن على طريق قانون كوني عظيم، قد يكتشف هو بعض جوانبه بالصدفة، لكنها قوانين ثابتة دقيقة تملأ قلبه تعظيما للخالق سبحانه وتعالى. عندما ينظر علماء الكيمياء والفيزياء في تركيبة الأرض وكيف أنها لو حالت بزيادة أو بنقصان في تركيباتها لما صلحت للعيش بأدق المقاييس التي تعجز آلات البشر عن ضبطها، يستشعر أن هذا الكون لم يخلق صدفة. فهذا مسلك يرقي الإيمان. في المقابل لدينا من اشتغلوا بالعلوم التجريبية بنفوس كبيرة مستكبرة، بشعور بالتمرد على عظمة ما أوجد الله في هذا الكون، بشعور بالرغبة في التفلت من معنى العبودية الذي لا مخرج منه لأنه الحقيقة الموجودة. لهذا ترى بعضهم يحاول أن يوظف الفيزياء، يحاول أن يوظف نظريات الأحياء، يحاول أن يوظف الكيمياء ليثبت للناس نفي وجود الخالق جل جلاله. فبرز أناس منهم وربطوا بين ما اكتشفوا من العلوم وبين الطعن في عقيدة الإيمان بالله عز وجل. وجاء بعض منصفي هؤلاء العلماء من غير المؤمنين من الملحدين وكذبوا أولئك وقالوا لا علاقة بين ما اكتشفناه وبين نفي اعتقاد وجود الله عز وجل. لكن مرض الإنسان، النفس الأمارة بالسوء التي تجنح بصاحبها لينعكس عليه الأمر من تفكر وتدبر وتعظيم للحق إلى جنوح عن مسلك الحق سبحانه وتعالى. هذا مسلك. فإذا عرفنا أن كلا العلمين يمكن أن يكون دينيا ويمكن أن يكون دنيويا، ولجنا إلى طلب هذه العلوم بالمراتب التي ذكرناها، نبتدئ بفرض العين، ثم من استطاع أن يتسع إلى فرض الكفاية لرفع الإثم عن الأمة. يأتي أحدهم ليسأل ما أهمية العلم الفرضي المتعين فيما يتعلق بالسلوك إلى الله عز وجل، بالسير إلى الله. خلاص أنا أصلي الصلوات وأمسك المسبحة وأذكر الله وأقرأ القرآن، ما عندي حاجة. نقول لا، أهميتها تكمن في أمرين. الأمر الأول أنه بدون هذا العلم لا تصح العبادة. الذي لا يتعلم أحكام الطهارة كيف يصح اغتساله ووضوءه، ولا يتأتى أن يدخل إلى الصلاة وهو غير متطهر. الذي لا يتقن أحكام الصلاة من أركان وشروط وسنن كيف يمكن له أن تصح صلاته. الذي لا يتقن قراءة سورة الفاتحة كما ينبغي بحروفها ومخارجها كيف تصح صلاته. الذي لا يتعلم في العقيدة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الأشباه والنظائر والمكان والزمان كيف له أن يستشعر عظمة الله عز وجل. إذن لا يتأتى للإنسان أن يسير إلى الله مع الجهل بالله. السبب الثاني أن المؤمن السائر إلى الله كلما اتسع في العلم على نية العمل مخلصا لله عز وجل كلما ازداد في قلبه نور الخشية من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومر معنا في المجلس الماضي تقسيم الخشية، خشية العوام، خشية الخواص، خشية العاشقين. فمعاني الخشية هي ثمرة العلم هنا. لكن أي علم هذا الذي يثمر الخشية؟ الخشية لا تتعلق بذات العلم وحده، الخشية تتعلق بحال من يتعلم. فإن تعلمت ملتزما بثلاثة أمور كان علمك زيادة في الخشية. الأمر الأول تصحيح النية من طلب العلم، فلا تطلب العلم للمباهاة، للتظاهر، للتكسب المادي على حساب المقصود. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
لا تطلبوا العلم لمباهاة العلماء ولا لممارات السفهاء ولا للتخير في المجالس، أي لفت الأنظار والمكان عند الناس، فمن فعل ذلك فالنار النار. إذن الأمر الأول تصحيح النية. لماذا أتعلم؟ أتعلم لأتقرب إلى الله، لأعمل بالعلم، لأعلم من يحتاج إلى العلم. هذه النيات. أتعلم لأن هذا أمر يحبه الله ورسوله، لأن الله عز وجل يغفر لطالب العلم. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تستغفر له، يستغفر له من في السماء ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها والحوت في بحره يصلون عليه. هذه النية. أصحح النية. وتصحيح النية يكون قبل طلب العلم، نعم، وتصحيح النية يكون أثناء طلب العلم. لماذا؟ لأنه قد يبتدئ الإنسان طلب العلم بنية خالصة صالحة، ثم عندما يلج ساحة العلم ويرى ما يتميز به العالم من فهم أو قدرة أو مكانة بين الناس أو رجوع الناس إليه فيمتثلون لأمره، فتحيد نيته عن الإخلاص إلى طلب المقاصد الدنيوية. فالإخلاص يحتاج إليه قبل الطلب ويحتاج إليه أثناء الطلب. لا أريد أن أقول بعد الطلب، لأن طلب العلم لا ينتهي، ومن اكتفى بقدر من العلم نقول يحتاج إليه بعد الطلب. فالأمر الأول تصحيح النية، الإخلاص لله. الأمر الثاني العمل بالعلم. فالعلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فهو أساس. كما يقول ناظم الزبد رحمه الله: فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. فهو يعمل بالعلم أيضا مخلصا لله عز وجل. والأمر الثالث تعليم من لا يعلم، وهو من فروض الكفاية. يجب على من يعلم أن يعلم من لا يعلم، إذا لم يجد من لا يعلم من يعلمه، أما إذا وجد من يعلمه فيستحب أيضا أن تعمل أنت في مسار العلم. وفي زماننا الذين لا يعلمون كثر، فكل من تعلم عليه أن يعلم ولو الأمر البسيط. تعلمت تصحيح الفاتحة، انظر إلى من حواليك، هل يتقنون الفاتحة أم لا؟ الأبناء واجب، الخادم الذي عندك، السائق الذي يسوق في لسيارتك، أنت من تخدمه إذا قبل أن تعلمه، من يحيط بك من أصحاب وجيران وزملاء، رغب من حواليك في أن يتعلموا. لكن العمل والتعلم والتعليم لا يتحققان إلا بإتقان العلم. فيحتاج الإنسان إلى أمر الرابع بعد الثلاثة، وهو أن يكون في الثلاثة مصاحب لمعنى الإتقان. وهنا يأتي سؤال آخر: أي العلوم أشرف؟ علوم الوحي الشريف وآلات خدمتها، أم أنها العلوم التجريبية؟ والجواب أن في الأمر تفصيل، فهناك ما يتعلق بذات العلوم، وهناك ما يتعلق بمن يتعلم. أما فيما يتعلق بذات العلوم فلا شك أن أشرف العلوم هي علوم الوحي الشريف وآلات خدمتها. لما؟ لأنها علوم جاءت من حضرة الحق عز وجل، وما قام به العلماء من خدمة لها يترتب عليه استقامة العلوم التجريبية. فبدون إصلاح القلوب الطبيب يتحول إلى مجرم، بدون إصلاح القلوب المهندس يتحول إلى مجرم، ربما يبني بناية وتسقط لأنه لم يأخذ بالشروط، لأن قلبه ليس فيه المراقبة، ليست فيه الأمانة. العلوم الشرعية وآلات خدمتها هي التي إذا اتصل بها المؤمن في صلته بالعلوم التجريبية ارتقت العلوم التجريبية من كونها علوما دنيوية بحتة إلى علوم يتقرب بها إلى الله، وعلوم تنفع الخلق ولا تضرهم. إذن من حيث ذات العلوم أشرف العلوم ما هي؟ العلوم علوم الوحي وما ترتب عليها من علوم وعلوم آلات خدمتها، ثم تأتي العلوم الأخرى من بعدها. طيب، مدام هي الأشرف لماذا جعلت تفصيلا فيما يتعلق بالمتعلم؟ نعم،
فيما يتعلق بالمتعلم هناك تفصيل، أيهما أولى أن يتعلم العلوم الشرعية زيادة على فرض العين؟ أما فرض العين كل مسلم لابد أن يتعلمه، لكن زيادة على فرض العين، أيهما أولى أن تتعلم العلوم الشرعية وتحفظ القرآن وتتقن علم التوحيد والكلام وعلم الفقه والحلال والحرام وعلم التصوف وتهذيب القلوب والرجوع إلى ضبط الوحيين من علوم القرآن، تجويد وتفسير وأسباب نزول وناسخ ومنسوخ وأصول تفسير ومدخل علم تفسير وعلم علوم الحديث رواية ودراية مصطلحا وجرحا وتعديلا وشرحا، أيهما أولى أن تتقن هذه العلوم؟ أو الأولى أن تكون طبيباً متقناً، مهندساً متقناً، عاملاً متقناً؟ أي الأمرين أفضل لك؟ أما من حيث الإطلاق قلنا أن علوم الشرع هي الأشر. في المسألة تفصيل من جانبين، من جانب حاجة العالم، حاجة الأمة، ومن جانب قدرتك أنت على الإتقان. أما من جانب حاجة الأمة، ينظر في البلد التي أنت فيها إلى وطنك، أي العلوم الناس في إليها أحوج؟ هل يوجد اكتفاء في العلوم الشرعية؟ يوجد فيها من العلماء من يسد حاجة البلد؟ يوجد. طيب أين جوانب النقص؟ قال عندنا قلة في الأطباء. إذن الأفضل أن تدرس الطب من أن تدرس العلوم الشرعية إذا لم تستطيع الجمع بينهما. لماذا؟ لأنه هنا حصل تقصير في فرض الكفاية، نأثم كلنا إذا لم يوجد فينا من الأطباء ما يسدون كفايتنا. هذا فيما يتعلق بالمجتمع بالأمة. ولكن قالوا لا، عندنا نقص في علوم الشريعة. صحيح هناك كثير من يحملون شهادة شريعة أو حتى الدكتوراه في الشريعة، هناك كثير من يحفظون القرآن الكريم، هناك كثير من يتصدرون في المجالس ويخطبون في المنابر، لكن لدينا نقص في تحقيق العلوم الشرعية. العلماء أو المنتسبين إلى العلم كثر، ولكن الراسخين في العلم المحققين قلة، وهذا واقع في أمتنا. وإلا ما انتشر الجهل وانتشر خوارج العصر وانتشرت المصائب وانتشر فقد الآداب والأخلاق، لو أن عدد العلماء الربانيين يقومون بسد حاجة الأمة ما وصلت الأمة إلى هذا الحال. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. إذن نحن بحاجة إلى تغطية هذا، ولهذا نحن بحاجة إلى مراجعة. ما معنى مراجعة؟ في الفهم. في السابق كان الناس يتخيرون أنجب الأبناء وأذكى الأبناء وأفضل الأبناء ليذهبوا بهم لتعلم الشريعة. اليوم في زماننا ينظر إلى الولد الذكي يقول له هذا ذكي، أرسله لطب أو لهندسة، وهذا مسكين عنده شوية بلادة، عنده ضعف في الفهم، أرسله لتعلم الشريعة صدق لا بأس. فلما انخفض مستوى طلبة العلم الشرعي في الذكاء والمعرفة والعقل، نتج عن ذلك تدني مستوى من يتصدرون لخطاب الشريعة، فحصلت الكوارث التي نحن عليها. إذن لا نزال نحتاج إلى متخصصين في الشريعة. مرة أخرى، هذا فيما يتعلق بحاجة الأمة. نحن قلنا أن المسألة ترجع إلى أمرين، صحيح؟ فيما يتعلق بحاجة الأمة، فيما يتعلق بالشخص. ما معنى فيما يتعلق بالشخص؟ ينظر إلى قدراته. الناس تتفاوت في القدرات. هذا ميله إلى تحقيق العلوم الشرعية، ولديه رغبة وقابلية أن يقضي الليالي الطوال والأيام العديدة والسنوات وهو يتنقل من متن إلى شرح إلى كتاب إلى تحقيق. هذه همته توجهت إلى هذا العلم. نقول الأفضل لك أن تطلب العلم الشرعي. شخص آخر لا، يتعلم ما يجب عليه تعلمه من الدين، لكن يجد ميله إلى علم الطب، يستطيع أن يعكف على التشريح وعلى الدراسة ما لا يستطيع أن يثبت عليه في علوم الشريعة. نقول أنت الآن في حقك أنت بعد تعلم الواجب من علوم الشريعة أتقن المجال الذي تتقنه ما دام علما نافعا. إذن إذا قلنا ما هي أشرف هذه العلوم، أشرف هذه العلوم علوم الشريعة على العموم وعلى الخصوص، ما تحتاجه البلد وما يتقنه الإنسان. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فضلا وجودا وامتنانا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا من يرى ما في الزمير ويسمعه.
أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكم أمن، فإن الخير